درنا واحد لقاء تواصلي ما بين المقاطعة، مجلس المقاطعة والمكتب والمؤسسات الخارجية كمجلس المدينة، مجلس العمالة والعمالة ديال عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، باش نعطيو واحد الحصيلة على الأعمال اللي قمنا بها هذه السنة من شتنبر 2021 إلى غاية شتنبر 2022. هذه الحصيلة هذه هي مناسبة لتقويم الخدمات اللي قامت بها المقاطعة، واللي إذن الوقوف على جميع الإكراهات وتشخيص المشاكل اللي كيعاني منها مقاطعة سيدي بيوض. ولهذا وبالتالي غادي نقدروا نوضعوا واحد استراتيجية، واحد خارطة الطريق اللي غادي يمشيوا عليها في خلال 5 سنوات المقبلة إن شاء الله. إذن هذه الحصيلة هذه قسمناها إلى مجموعة من المصالح اللي كتخدم في المقاطعة، ديك المصالح اللي كدير التنشيط المحلي والمصالح اللي كدير التدبير المحلي، مع إعطاء بعض الأرقام اللي كتميز هاد السنة هذه ديال الولاية، السنة الأولى ديال الولاية اللي من 2021 إلى غاية 2026. اليوم استطعنا أننا نديروا واحد الحصيلة ديال السنة ديال العمل، حصيلة ديال مجموعة من الأمور اللي قمنا بها والأفاق اللي ناويين أننا نقوم بها إن شاء الله انطلاقا من التقييم ديالنا لهذه المرحله. طبيعة الحال كاين ما هو ايجابي وكاين ما هو سلبي، ولكن ديك السلبي استطعنا اننا غادي يعني نتجاوزوه وغادي نقوموا ديك العمل ديالنا والتقييم ديالو من اجل نحطوا شي امور اللي هي مزيانه والتصور ديالنا جميل. كتعرفوا جميع بان المجلس العالي هو مجلس حديث، كتكون واحد مجموعه من عناصر حديثه، الشيء اللي عطاتنا مده اننا يمكن نقراو الوضع في المنطقه. الان ما علينا الا ناخذين على العاتق ديالنا كمسؤولين داخل هذه المقاطعه برئاسه السيده الرئيسه اننا غنتوجهوا نحو الامام لخدمه صالح عام تتميما لكشي اللي بديناه من قبل.